نفيك يا حرام بالروح بالدم نفيك يا حرام. ما راح نصعد ما راح نطلع ما راح نطلع ما راح نطلع. جيب الدبابة والمدفع جيب الدبابة والمدفع. ما راح نطلع ما راح نطلع. احنا بدنا حرية غصبنا عنك يا بشار. رح نحصل على الحرية بدك حر حر حرية. احنا بدنا حرية غصبنا عنك يا بشار. هؤلاء قوى الحرب يؤكدون للجميع انهم صامدون في بلدهم، انهم اشجار الزيتون بها، وانهم لن يخرجوا من هذه المدينة التي صمدوا بها مرارا وتكرارا، والتي صمدوا بها على الرغم من حملات البراميل وحملات القصف الروسي. فكيف سيخرجون الان بعد الصمود 6 سنوات؟ لن يخرج اهل حلب، وسيؤكدون للعالم كله بان حلب مدينتهم وستفتح ابوابها 7 بعد ان فتحت 4 ابواب الان، هي باب قنسرين، باب الحديد، باب النصر، وايضا بالقرب من باب الفرج. هناك ابواب عديده مفتوحه لحلب، ابوابها القديمه وابوابها الجديده. حصار بسيط سينتهي ان شاء الله بعد فتح معركه فك الحصار لحلب عما قريب باذن الله تعالى. وجميع الثوار واثقون بهذا، واهالي مدينه حلب صامدون، يعني بعض الجوع لن يؤثر عليهم، وقد اعتادوا على قتل النظام، فما بالك بقتل روسيا. هم معتادون على المحتلين في طوال عمرهم، اجدادهم اعتادوا على المحتلين وضحطوا المحتلين واخرجوهم من بلادهم. اهل حلب صامدون وسيبقون في مدينتهم ان شاء الله.